أطلقت السلطات المصرية سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان بعد أكثر من 5 سنوات قضاها في السجن إثر القبض عليه أثناء تصويره فض اعتصامي ربيعة. وفي أيلول سبتمبر الماضي دانت محكمة جنايات مصرية شوكان بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وقضت بسجنه 5 سنوات عقب الإفراج عنه، وهي مدة كان قد أمضاها سجينا بالفعل. التصوير ليس جريمة، هذا ما قاله المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان أمام القاضي في جلسة من جلسات المحاكمة. محاكمة شوكان بعد أن قبض عليه أثناء تصويره فض اعتصام رابعة عام 2013. الكاميرا تحولت إلى سلاح وحاملها تحول إلى إرهابي، أو هذا أقله ما أوحت به محكمة جنايات مصر التي دانت شوكان بالانتماء إلى جماعة إرهابية. إدانة أفضت إلى الحكم على المصور بالسجن 5 سنوات. انقضت مدة المحاكمة وخرج شوكان من سجنه بعد أن أمضى 6 أشهر إضافية لامتناعه عن دفع الغرامة المالية. لما درسنا صحافة تعلمنا أن احنا ما نبقاش جزء من الحدث، المفروض أن احنا ننقل الحدث مش أن احنا نبقى الحدث، ولكن للأسف اللي حصل معايا أن أنا بقيت الحدث. لكن خروجه من السجن لا يعني الحرية المطلقة، فمحكمة الجنايات قضت بأن يخضع شوكان لمراقبة يومية لمدة 5 سنوات عقب الإفراج عنه. والمراقبة هنا تقتضي بأن يقضي المصور 12 ساعة في قسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباحا بحسب ما أعلن محامي شوكان طاهر أبو النصر. 12 ساعة يوميا لمدة 5 سنوات تعني أن على شوكان أن يمضي 2.5 عام داخل قسم الشرطة، وذلك بتهمة توثيق مجزرة. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، مرحبا بك. إذن 5 سنوات سجن و5 سنوات من المراقبة الإدارية، كل هذا لأجل توثيق ما حدث في رابعة، كيف تفسر هذا الحكم بالمراقبة الإدارية؟ هل يعني ما أسباب هذا الحكم؟ لماذا لم يكن حكم البراءة والإفراج نهائي؟ هي اسمها الحقيقي في القانون هي مراقبة شرطية، معناها أن تقوم الشرطة من خلال قسم يوميا مع غروب الشمس يقوم شوكان وغيره بالاستئذان من الضابط المسؤول في القسم إذا ما كان يستطيع أن يعود إلى بيته أم يقضي اليوم الليلة في الحجز، فهو نصف حر، وهو طبعا جزء طيب كبير. ما المقصود من ذلك بالفعل؟ ما المقصود من ذلك بأن يترك الرجل نصف حر لمدة 5 سنوات أخرى؟ عقاب إضافي على جريمة لا وجود لها، هو جريمته الوحيدة أنه استمع لما قالت له الحكومة منذ أكثر من 5 سنوات كمصور، ووقتها قالت الحكومة نريد أن يقوم المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين بمراقبة ما سيحدث في فض اعتصام رابعة، وذهب بكاميرته وخرج من السجن فقط اليوم. هو لم يقدم له ضده أي دليل، لم يتم مواجهته بأي تهم خاصة به حتى من التحقيقات، هو فقط كان شاهد عيان. نعم. طيب لو نحاول أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في قرار الإفراج، هل يمكن أن نعتبر ذلك مقدمة لانفراجة في الوضع الحقوقي اليوم في مصر؟ لعل النظام يحاول التنفيس ولو قليلا من يعني الضغوطات التي يمارسها على الصحفيين، هل سنشهد يعني إفراج عن صحفيين آخرين؟ هو للأسف لو كان في هناك أي احتياج لدليل آخر كانت الحكومة المصرية كانت يعني أفرجت عنه بدون شروط، حتى يستطيع على الأقل أن يقوم بمعالجة نفسه صحيا وذهنيا وأن يهتم بعمله الصحفي بصورة أخرى بصورة أو بأخرى. إنما هو واحد من عشرات الصحفيين الذين ظلموا خلال ال5 سنوات الماضيين بالحبس، سواء بالحبس
يتلقى عقوبة حبس قبل صدور أي دليل وقبل طيب الإفراج عنها أستاذ شريف منصور الإشراف على الفتان هل يمكن أن نفهمه كبادرة لانفراجة في الوضع الحقوقي اليوم في مصر والإفراج عن عدد آخر من الصحفيين؟ أتمنى ذلك. أتمنى ذلك وأتمنى أن يكون ذلك يعني مقدمة تليها الإفراج عن أقل من 25 صحفي والتوقف بصورة مباشرة عن استخدام تهم مثل الإشاعات الكاذبة وغيرها في القانون حتى يستطيع الصحفيين على الأقل أن يقدموا تغطية محايدة بدون الخوف على مستقبلهم أو أن يحدث لهم كما يحدث من شوكة. شكرا جزيلا لك شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، كنت معنا من نيويورك.